مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، في حلقة اليوم غنتكلموا على أهمية الأوقات المناسبة لزراعة القطنيات في المغرب، فكيتعتبر وقت الزرع عامل أساسي في المسار التقني للقطنيات بحكم اختلاف الأنظمة الزراعية واختلاف المناخ وتساقط الأمطار ووجود ماء السقي من منطقة إلى أخرى، زيادة على إمكانية توظيف أصناف ذات خصائص مختلفة من حيث مراحل النضج. وهذا التنوع في المناخ وفي اختيار الصنف وتكييفه مع الخصائص البيئية للمنطقة كيسهل المنتج باش يختار الوقت المناسب ونوع صنف القطنية الخاصة به على أساس المنطقة والمناخ ونوع التربة ومقاومة التغيرات في درجات الحرارة والآفات المختلفة، وكيجعل من الممكن استغلال الأمطار الخريفية وخاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة نظرا للتغيرات المناخية وشح الأمطار خاصة في آخر مراحل النمو. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فبالنسبة للمناطق الجافة وشبه الجافة واللي كتشمل بالخصوص مناطق عبدة والشاوية وبعض مناطق الحوز وتادلة الغير المسقية، ففي هذه المناطق لازم وقت الزرع يكون بكري من أوائل إلى أواخر شهر نوفمبر، ويمكن زرعوا أصناف بكرية من الفول والفيليا. وبسبب الظروف المناخية القاسية من شح الأمطار وضعف الرطوبة، من الأفضل الصنف يكون كيتحمل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة. وبالنسبة لمناطق شبه رطبة، هي اللي المناخ ديالها شبه رطب إلى شبه جاف على حساب كل موسم، واللي يمكن تشمل بالخصوص مناطق زعير وسيس، وهي مناطق اللي كانت كتعتبر من البور الملائم. ففي هذه المناطق من ضروري وقت الزرع يكون بكري إلى نصف مبكر من أوائل شهر نوفمبر إلى الخامس عشر من شهر دجنبير، وهذه المناطق معروفة بزراعة العدس البكري والنصف البكري والحمص الشتوي. فبسبب التغيرات المناخية لازم الصنف يكون كيتحمل الحرارة وكيقاوم الأمراض، ولازم الزريعة تكون مختارة وبجودة وإنتاجية عالية لأن الظروف مواتية للزراعة. وبالنسبة لمناطق الرطبة واللي كتشمل شمال غرب المملكة والمحيطات المروية في الشمال، ففي هذه المناطق من الأفضل وقت الزرع يكون نصف مبكر إلى شبه متأخر من العشر الأواخر من شهر نوفمبر إلى العشر الأوائل من شهر دجنبير. هنا خاصك تختار مجموعة متنوعة من الأصناف شبه متأخرة، ونعاونوا باستعمال أصناف متنوعة تتجاوب مع هذه المعايير وتساعدنا باش نوصل لإنتاج جيد. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، وفي المناطق الجبلية من الأطلس الكبير والمتوسط، فبحكم أن الظروف الجوية كتختلف من منطقة إلى أخرى، من الأفضل يكون وقت الزرع كراعي ظروف البرودة ويأخذ بعين الاعتبار تساقط الثلوج والمدة اللي كتبقى فوق التربة. ومن الأفضل تكون الأصناف اللي غنزرعوا في هذه المناطق الجبلية متنوعة بحيث كيمكن تحمل تغيرات في درجات الحرارة، وكما هو الحال مع الأراضي الرطبة فمن الأحسن استعمال أصناف متأخرة أو شبه متأخرة. وبالنسبة للأحواض السقوية، فهي مناطق كتستعمل زيادة على ماء أمطار ماء السقي، وهي كذلك مناطق اللي نظام الإنتاج فيها متنوع وكتعتمد في الدورة الزراعية ديالها على فلاحات خريفية واللي كيتم الحصاد ديالها مع الظل. ففي هذه الأحواض السقوية من الأحسن زرعوا في وقت نصف مبكر في الأراضي اللي فارغة، ويمكن زرعوا في وقت شبه متأخر في الأراضي اللي فيها فلاحة خريفية، ولكن دراسات بينات بلي هذا لازم يفوت 15 دجنبير بحال الحبوب بالنسبة للفول والفيليا والحمص الشتوي، بحيث الوقت المفضل هو بين 15 نوفمبر إلى 15 دجنبير. ومن الضروري المؤكد تكون أصناف القطاني وخاصة منها الفول في هذه المناطق المسقية أصناف ملائمة وذات إنتاجية عالية، والصنف تكون فترة النضج ديالو متوسطة وما يكون لا بكري ولا مازوزي، ومن الضروري نعتمدوا على بذور مختارة. وفي الاخير كنوصيك اخي الفلاح، اختي الفلاحه، بتحترم وقت الزرع الخاصه بالمنطقه اللي انت فيها، وتستعمل البذور المختاره، وتختار الصنف اللي كيوالي متطلبات المناخ والتربه في المنطقه ديالك. والله المعين. مع دقيقه المثمر، اليد في اليد من اجل فلاحه مثمره ومستدامه.